أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي سيدة جميلة قناتي، عشاقي ومتتبعي الأفاضل، ألقي عليكم تحية السلام، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بودي أن أتلو بعض من القرآن الكريم، راح نقرأ بعض من الآيات الكريمة البينة، لأنه لدي عشاق يحبوني بزاف بزاف كي نقرأ. ونقدم تحية كبيرة كبيرة للمسلمين اللي راهم في الغربة، المسلمين المغتربون الله أكبر عليهم، مالك غيرهم في بلاد واعرة كفارة وكلش، ولكن ما زالوا تهلاو في القرآن الكريم، تهلاو في الصلاة، تهلاو في العقيدة تاعهم. صاحبتي إن شاء الله إذا كان راح تشوفني، صديقة مميزة جدا جدا جدا، توجد في أمريكا، ربي إن شاء الله يوفقها ويحفظها ويوفق جميع الجزائريين الموجودين أو العرب المسلمون ككل من مختلف الدول. نحييهم تحية كبيرة ويعطيهم الصحة اللي حفظوا على الإسلام مما قدروش يضيعوا الدين تاعهم ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إِنَّ
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله.